القطعة بتاخد وقت من حضرتك قد ايه؟ القطعة هتاخد من وقت معايا، يعني توجيه بس، توجيه بتاعها ان هي بازة طبق سلة جغرافي، فتاخد طبعا عشان انا نوجه حتة بتاخد بالثلاث ايام او اربع ايام عشان نشكل حتة توصل لحد جديد. اصعب القطع اللي بتبقى بتاخد وقت من حضرتك بيهم ايه؟ البازة اللي هي ليها قاعده من تحت، مظبوط. طبعا ان احنا هنسموها توت عنخ امون، المظبوط دي اسمها بالذات توت عنخ امون، المظبوط كده هنشوفها ليها ايه قاعده وليها وضع مختلف. دي بتاخد وقت، يمكن انت شفتيها جوه طبعا، دي بتاخد وقت، تاخد من ثلاث اربع ايام او خمس ايام توجيه. بعد كده عشان انا نحاول نفضيها من جوه زي ما قال المعلم، طبعا بتتنزل كده اهوت من اول بطريقه مظبوطه، ما تميلش سنتي ما تميلش مني، وبعد كده بعد ما ننزلها بالقلم ده طبعا بنجيب الثاني الاصغر الاكبر. كل قطعة حديدية من دول بيبقى ليها مستوى وليها شغل ونظام، وكل قطعة حديدية ليها فرمة معينة، ليها فرمة معينة، يعني الملفوفة ملفوفة والمسلوبة مسلوبة والملفوفة تمام، اكبر الاكبر اكبر الاكبر لحد ما تخلص فينا مستوى الفدي بتاع حد الفدي مستوى سمك تدينا المنسوب ده كده الفدي بتاعه. فطبعا كانت تنزل الاول من حوالي 8 9 كيلو، لما جت تفضل داخل طبعا ادتنا وزن الى 5 6 كيلو. بعد كده لما خلص مرحله الفدي من جوه بنشيل القماشتان زي كده هو ونبدا عمليه المضغ. فطبعا المعلم ده هنا يدوني الحده على الفنش، لازم انا الفنش تمام، بتمر عليهم الحده انا لازم انا الفنش، يعني هو الاول بيعملهم الستايل بتاع الفورمه الاول وبعد كده ترجع ثاني لي انا ستايل الاف، وهو الاخير برضه التفنيش الاخير لازم انا الفنش. فطبعا ان حكم ان انا يعني اقدم منهم في الصنعه، بعد كده زي ما قال لك الاخ ان درجه فوق الفرن بدات زي الصوره دي، وبعد ما ادوها طبقه الشمع حاري وضخم عشان الفراعنه زمان طبعا ما كانش عندهم لنب، ما كانش عندهم اضاءه، كانوا اضاءتهم الشمع، فكان هم يستخدموها في الاضاءه حط الشمع فيها من داخل يستخدموها كاضاءه، وكانوا منيها برضه في جواني برضه كانوا يستخدموها طبعا هم كباقة وكحاجات كسان طبعا كاس كانوا يشربوا فيه برضه طريقة الألا بصل. طبعا طريقة البازلت وطريقة الجرانيت اللي يجينا من أسوان احنا بنشتغلوا فيها، في بعض منينا مخصص للجرانيت وللبازلت وللحجر الجيري طبعا، فكل واحد مخصص لمهنة، كل واحد هنا مخصص لمهنة. في